ومعانا الأستاذة سلسبيل من البحيرة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضلي يا أستاذة. بس حضرتك دلوقتي بتتكلم عن وفاء الزوج. أنا أي. دلوقتي جوزي بيجي لي كل سنتين شهر رمضان، فاكتشفت إن هو يعني بيكلم بنات يعني وكده. هو فلما مسافر يعني، هو وبيفوزني كده مسافر. أيوه مسافر بره، بيجي كل سنتين شهر. فلما اكتشفت كده يعني فواجهت بالكلام، فقال لي انا حر اعمل اللي انا عايزه، محدش لي عندي حاجه، ده ما انا مش مقصر معاكي في حاجه، خلاص ما تتكلميش. هو ده بيحصل فانا كتبعات طبيعية لمسألة الجفا والبعد، فالبعد لما قالوا البعد جفا، ولذلك الشرع الشريف ما بيأذنش بكل المدد دي ان الناس تبعد عن بعض. وانت ما سافرتيش معاه ليه؟ ما تسافري معاه. وجات لنا الفرصة كذا مرة، بس طبعا أنا معايا 3 بنات فمش هينفع، لا مصاريف كتير، لا لا وأنا لا لا كل ما نقول له يقعد لا، ومش الحل لو مش كان دوت لطلب الرزق احنا ما بنحبش ان الأسرة تفرق. حتى القوانين، حتى الأنظمة بتسعى إن يتلم الشمل دايما. فأنت لو بتسأليني نعمل إيه؟ أنا مش عارفة أعمل معاه إيه. أنا يعني أنا أقول لك بقول شوية لحضرتك حاجات. أنا كل أولا ما أتكلم أولا بقول له أولا هو لازم يعرف إن ده مش من حقه، مش من حقه إن هو عشان هو موفر لكم الأكل والشرب إن هو والعياذ بالله لا يكتفي بيكي. لا، ده مش من حقه، لأن دوت والعياذ بالله عبث، وده ظلم، وده نوع من أنواع عدم الحفاظ على الأسرة، وده من أعظم الإثم. ومن أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول. الرجل ولا الزوج مش بس أموال، الزوج يعني أمان، الزوج يعني رعاية، الزوج يعني حنية، الزوج يعني عطف، الزوج يعني احتواء، الزوج يعني مشاركة، والزوج يعني مساندة، يعني دعم. هو ده اللي خلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ البديع: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راعي، يبقى الرجل راعي، راعي يعني بكل ما يحمله لفظ الرعاية من مسؤولية. هو من حقه؟ لا، مش من حقه. طب تعملي ايه؟ اول حاجة لازم تاخدوا قرار بان انتوا تكونوا مع بعض، يا اما تكونوا مع بعض في السفر او تكونوا مع بعض هنا. فده هو اول قرار. معاكي 3 بنات، معاكيش 3 بنات، لان دوت مش هيكون له حل. هو هيجد مبرر لنفسه، ونفسه الأمارة بالسوء هتساعده على كده، لانه معيش حد. اعمل ايه يعني؟ لابد ان انا راجل وعايز. لا، كل دي اكاذيب، كل دي والعياذ بالله من خطوات الشيطان، وكل دوت من اكاذيب النفس الأمارة بالسوء. فلا تكوني عونا للشيطان عليه، ولا تكوني عونا لنفسه الأمارة بالسوء عليه. نعمل ايه؟ نجمع شمل الأسرة، دي أول حاجة. الحاجة التانية ان انت طول الوقت، طول الوقت ان انت تكوني حاضرة معاه في كل حياته. كل يوم لازم تكلموا بعض لغاية ما نحل مسألة لم شمل الأسرة. الحاجة التالتة لازم تدعي له بظاهر الغيب، ادعي له في سجودك، ادعي له في كل سجدة من سجودك. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رشده ويبعد عنه المساوئ، وخاصة احنا في شهر البركات وشهر الأنوار وشهر المغفرة. فيا رب ربنا يساعدك وإن شاء الله ويجعل الخير في رحلك. هل معانا الأستاذة جانا من الأيوبية؟ أي فندم، السلام عليكم. اتفضلي يا أستاذة جانا. أنا حضرتك طيب. الحمد لله، وحضرتك طيبة وبصحة وسلام. أقول لحضرتك فضيلة الشيخ، أنا النهاردة كنت يعني إيه كنت نايمة وكده، فأنا قمت على آخر لحظة في الأذان لسه بقول الله أكبر، بس أنا شربت مية. شربت ميه وانت هو جدا، وانت عارفه ان ده ما هم يعني انا على يعني على سامع ان هم بيقولوا اول قبل ما يشاهد، يعني لو شاهد ما تشربيش. يعني ايه لو تشاهد ما تشربيش؟ اهم حاجه ان هو لسه ما شاهدش يعني. لا خلاص، هو الوقت الفجر بيدخل، المفروض مع دي المفروض الفجر يدخل. اما وان احنا كمان في الاذان وفي الاشياء دي عندنا جمله من الثواني بيبقى ممكنين للأذان فيها، فلذلك أنت عليك أن أنت تمسكي وتقضي هذا اليوم، لأن اللي حصل أن أنت شربتي بعد دخول الوقت عمدا. يعني أنت شربت المية وعارفة أن الفجر إدا، مش على أنك أنت الفجر ما دخلش. لو أنك أنت متهمة أن الفجر ما دخلش ده ليه حكم تاني، لكن أنت دخلتي وأنت عارفة أن الأذان أذن وشربتي. أما الأقوال دي بالله عليكم، أستحلفكم بالله، لو سمحتم نصمت شوية، بلاش الفتوى، ادينا اهو ممكن نفسد عبادات الناس. إيه لغايه التشهد ده كلام تجاري، كلام شعبي.
بلاش الكلام ده، لا، الأذان إعلان بدخول الوقت مع أول لفظ الهمزة، اللفظ آ، فخلاص الوقت دخل ووجب الصيام ووجب الإمساك. فبعد ما أنت شربتي، أنت شربتي في وقت الصيام عمدا، فإيه اللي يحصل؟ هنمسك ونقضي هذا اليوم.